انا وقع لي مشكل نهار تنين، في مدينة مكناس دق عليا واحد السيد مع جوج النهار وقال لي انا حنا م... وقال لي واش تيجيوك البراوات قلت له لا مره كيجيو مره ما كيجيوش وقال لي واش عندك الرزوم جهد قلت له مره مره راه تيديو الجيران قال لي مسموح جيبي لي الورقه ديال اخر شهر خلصتي وخرجتها هالو قلت له واخا خرجتها له الباب شافها قال لي هذه شهر ثمانيه باقي لك شهر تسعود وشهر عشره إيوا وقال لي يا مسموح ندخل نشوف لاباراي دخل قلت له واخا دخل دخل شاف لاباراي قال لي هاد لاباراي تاع هزو منها الويفي غادي نجيبو لك غدا لاباراي اخرى مجهده باش ما كيسرقوش كاع منها الويفي قال لي اني راه عندنا مشكل في السيستيم وسيفطوني <applause> ريقل معاك قال لي تعطيني ربعين الفرنك ديال شهر تسعود وشهر عشره وعطيتو الفلوس و... وجبد الورقة وقال لي يا ري لا كارت عمر في ديك الورقة لاكارت عمر بأن شهر تسعود وشهر عشرة وقال لي سني هنايا سنيت له ودار الكاشي غد ليه مع جوج النهار مشيت للاجونس قال لي المدير مشيت الثالثة من حالة ولا الرابعة مشيت للبوليس داروا لي نيت المحضر وداو الورقة اللي عطاني السيد صافي وجيت في حالي دابا كان نقول للناس حضيوا راسكم حضيو راسكم لا دولة ما ولدت أي حاجة ما تخلصش في باب الدار لأن أنا دازت عليا وما كانتش عندي فكرة ودابا دزت عليها ما عمرني نخلص في باب الدار ما عمرني أي حاجة غنديرها بلا جوز